بنمسي عليكم جميعا. مساء يعني نتمنى ان يكون يعني ممزوج بالامل. لازم يبقى عندنا امل. لو قلنا هنعمل ايه؟ طيب احنا قاعدين كلنا قدام شاشات التلفزيون، طبعا في ناس بتنزل شغلها، وانا برضو كنت في شغل الصبح، يعني نزلت شغل الصبح ورجعت. التلفزيون ما بنغيبش عنه ولا ثانية، كل ما يبقى قدامنا لازم نشغله ونشوف ايه الاخبار وايه الدنيا وعاملة ايه وحاجات زي كده. واحنا كنا كتبنا حاجة لاخواننا في غزة، اذا كانوا بيسمعونا وبيشوفونا بعضهم يعني يبعتوا لنا يقولوا لنا شكل الحياة عامل ايه، يعني لان احنا بنشوف الاخبار المآسي الفظيعة. يعني النهاردة خبر كده ماشي كده في الشريط، يقول لك انه الأطباء بيشتغلوا وهم أهاليهم ماتوا. يعني طبيب قاعد في مستشفى الشفاء في غزة وشغال، وعارف إن البيت وقع بأهله كله مات، ما اتحركش مكان. وده دكاترة بيشتغلوا ما أعرفش بيجيبوا أدوات إزاي، بيشتغلوا إزاي، لا عندهم أدوات ولا عندهم حاجات، ولا عندهم طبعا، لكن ما تكفيش اللي إحنا بنشوفه في الأخبار ده. فيعني والناس برضو تعرف تسمع في الاخبار، ناس اتنقلوا من غرب غزه، راحوا غزه، راحوا شمال غزه عشان يهربوا من الضرب، راحوا هناك اتضربوا تاني، راحوا راجعين زي الراجل بتاع اللي الياباني اللي هرب من هيروشيما ورجع بلده ناجازاكي، فبعد على ما رجع يومين يعني اتضربت القنبله الذريه في هيروشيما، وبعدين نفد هو منها بشويه اصابات ومشي مشي يرجع بلده ناجازاكي. فاول ما وصل ضربت القنبله الثانيه. والغريب انه برضه ما جرلوش حاجه وعاش لغايه ما بقى عنده حاجه و90 سنه وحكى القصه دي. يعني اذا كان على تكوين راي فانتوا عندكم راي احسن مني كتير. يعني مين قال ان ممكن اكون عارف مخرج غير؟ يعني الموقف زي ما انتم شايفين يعني. وطبعا الاراء بتبقى كده واراء بتبقى كده، لكن في ناس بتموت وفي ناس ايه الحكاية؟ يقول لك اصل هم دخلوا على المدنيين وخدوا مدنيين ومش عارف. وطبعا الاعتداء على المدنيين يعتبر شيء مجرم قانونا. الله، طب هو اخذ الارض من الانسان انتوا جرمتوه ايها العالم الغربي العظيم الكريم اللي هو ما عندوش حاجة. يعني اعتقد ان هم دول زي ما تقول بيحققوا احلامهم في اسرائيل، لان هم دول محتله في الاصل. انجلترا، فرنسا، ايطاليا، كل دول، البرتغال، اسبانيا، كل دول دول محتله، احتلت العالم كتير جدا. فحاطين يعني شغفهم كده في اسرائيل، وان كانوا احتلوا الدول بطرق اخرى اقتصاديه وحاجات زي كده. فدول عندهم امراض بصراحه، لانه المشكله مش مساله قتل مدنيين ولا قتل، مش دي المشكله يا جماعه. المشكلة إن كانوا في ناس في البلد دي مش يطردوهم، زقوهم. ولا بنتكلم بقى على أراضي مقدسة، ولا مش بنتكلم على جزء ديني في الموضوع. أنا مش بتكلم على مسألة الدين. عشان كده أنا طلعت النهاردة بس عشان أتواصل معاكم وأتواصل مع شعبنا في غزة، إذا كان لقينا حد هيظهر يتكلم. راوية بتقول، راوية من غزة، الحياة ممتاز. صعبة. إيه راوية؟ الحياة صعبة، لا ماء ولا كهرباء، وهدم البيوت على السكان ومسح عائلات كاملة من السجل المدني، وكل الناس في مدارس الأونروا، حياة مأساوية. أنا من قلب غزة. كل المدارس راحوا، كل الناس راحوا مدارس الأونروا، اللي مات منهم 12 واحد هم اللي الأونروا صرحوا كده. يعني بيضربوا برضه المدارس. والناس كلها راحت. اسمها يا مروة؟ راوية. راوية من غزة، كويس أوي يا راوية. وطبعًا أنتوا مش محتاجين تعرفوا إذا كان في مية ولا نور ولا لأ، لأنه افتحوا دلوقتي الشاشات شوفوا غزة متصورة، ضلمة كحل. اللهم من يعني حاجات بسيطة كده. انما المدينه كلها ضلمه، القطاع كله ضلمه كحل ولا ميه ولا بتاع. ده بقى ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ اسمه مجزره، اسمه يعني سفاله، مش من الاسرائيليين بس، ده من العالم كله. ده اللي وزير خارجيه بريطانيا النهارده في حيفا. يا سلام، يعني خلاص قوي كده. ايه الحكايه دي؟ فأنا قلت إنه عندنا شباب مثقف زي الفل كتير أوي. وأنا أظن أن في عملية خداع كبيرة جدا حصلت على مدى التاريخ، على مدى أكثر من 150 سنة. يقولوا إيه؟
خلي بالك انا بحكي لك التاريخ، انا عايزك، انا عايز الشباب، وتقول للشباب اللي عندك، في واحد شاب بيتكلم فرنساوي، شاب بيتكلم انجليزي، شاب بيتكلم اسباني، شاب بيتعلم صيني، شاب بيتعلم كوري، شاب بيتعلم اي حاجه روسي، عايزك تخاطب الناس دول تقول، لان الشعوب مش فاهمه، مضحوك عليها مش عارفه هي فاهمه ايه، ان يا عيني الاسرائيليين قاعدين في بلدهم والجماعه دول بيضربوا المدنيين فيهم، يا عيني حرام قوي يعني، بيقتلوا الاطفال، هم اللي الفلسطينيين اللي بيقتلوا الاطفال، اللي هو مجازر الاطفال على مدى 70 سنة دي ما تقدرش تعدها، لكن ده مش عندهم، لان انت لو فتحت المحطات الغربيه دلوقتي الاعلام اللي بيخاطب الجمهور الغربي والامريكاني واللي 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 تسيبوا الخطاب تاني خالص، ينزل صاروخ من الصواريخ البسيطة دي في جنينة كده في تل أبيب ولا في حيفا ولا في عكا، الله الله، لما ينزل في حيفا وعكا يبقى في إسرائيل، يا نهار أسود، حيفا وعكا إسرائيل إزاي ده؟ يعني أنتوا جبتوها منين؟ أيوه يا سيدي، ما مع الخريطة كده، أيوه يا سيدي، ما إحنا عارفين، ويا سيدي اعترفوا بيهم، يا سيدي اعترفنا بيهم، هنعمل إيه تاني؟ بس دي أرض فلسطينية، دي كان فيها شعب اسمه الشعب الفلسطيني وما زال فيها، لكن هم جم بفكره احتلال عجيب. مصر احتلت، الجزائر احتلت، تونس احتلت، ليبيا، ما فيش حته في العالم الا ما احتلت، يمكن بلاد قليله قوي اللي ما احتلتش، وما حصلش حاجه، يعني جم احتلونا انا الانجليز 70 سنه وقبليهم مش عارف الرومان 800 سنه وقبليهم الهكسوك 500 سنه وقبليهم، بس الشعب قاعد في بلده، ما حدش لمس الشعب، قتلوا وغيروا طباع وعملوا حاجات، لكن فضل الشعب في بلده، انما دول جم عشان خاطر يحتلوا ويستوطنوا ويطردوا، عايزين يعملوا، عشان كده انا لما اقول يهود حد يقول لي لا مش هم، مش اليهود، لا هم اليهود على فكره، هم اليهود، يعني ازاي مش هم؟ لان ما كانش في اسرائيل، مين اللي كانوا بيهجروا من سنه 1835؟ مين اللي كانوا بيجوا من اوروبا واسيا والحتت دي على فلسطين؟ اليهود، ما تقدرش تسميهم اسرائيليين على فكره، لان ما كانش في حاجه اسمها اسرائيلي. فكانوا بيجوا، هجرات بدات من سنه 1835، شوف التخطيط. قعدوا 115 سنه او 113 سنه يخططوا لغايه ما حققوا اللي هم عايزينه، كانت 48 بالنسبه لهم النهايه اللي احنا بنقول عليها البدايه. كانت النهايه هي رفع العلم وتسميه الدوله والاعتراف بالدوله رسميا، وانت وخلاص بقى حصل اللي حصل بعد كده. يوم تسمع في الاخبار حد يقول لك طب احنا نتكلم عن حدود 67، هم احتلوا اراضي بقى. يا عم اراضي سبع فاحنا عايزين بقى الشباب، اراضي 67 دي مرحله ثانيه، دي مرحله احتلال ثانيه. انما هم لما جم 8835 بدأت الهجرات، وبعدين 40، وبعدين 50، وبعدين 60، وبعدين 70، كل ده في وجود الدولة العثمانية المفككة. كان محمد علي في مصر، وكانت الحجاز فيها كذا، وده في كذا، الدولة مفكوكة، الدولة العثمانية الكبيرة، الإمبراطورية دي. وفضلوا يعملوا يخططوا اللي هم أبناء صهيون ومحبي صهيون. وسنة 1886 أو 85 بدأت الهجرة تقيلة. وبدأوا كانوا يجوا مثلا في العشرين سنة يجي هجرة مثلا 10,000، 25,000، بعد كده في الخمس سنين يجي 25,000، بعد كده في الثلاث سنين يجي 25,000، وهكذا كل ما المدة تقرب من سنة من الأربعين، يعني 1940 و30، عشان كده في شهداء كتير قوي في فلسطين ماتوا في السنين دي، كتير جدا جدا، منهم القسام شيخ المجاهدين، منهم مات خزن 35 استشهد يعني قتلوه. فيعني المساله عايزين نقول للشباب من فضلك عزيزي الشاب، ارجوك احكي الحكايه، خاطب بيها الناس كلها بلغتهم، كل واحد بلغته، اللي بيعرف روسي يقول يا جماعه الحكايه مش حكايه ان هم قتلوا مدنيين او ما قتلوش مدنيين. دلوقتي انا جه واحد ودخل البيت واحتل البيت، انا قاعد مش همشي، هروح فين؟ اللي هم بنسميهم عرب 48. أنا مش همشي. قال لي لا أنت هتمشي. يا عم أنا مش همشي، قال لا أنت هتمشي، هتبقى موجود برضه بس هتقعد إيه؟ جنب باب الشقة. يعني في حتة كده جنب باب الشقة. وبعدين أخونا ده راح جاب ناس من الشارع مش بلدياته. مش من بلده لأنه ما عندوش بلد.
راح جاب ناس استأجروا من اي حته كده، تعالوا يا جماعه اقعدوا هنا. وبعدين ما قرب لهمش عشان دول مدنيين، عشان دول عاملين لهم مستوطنات وبقوا مدنيين، فما ما ما صحش يقرب لهم. انما احنا المدنيين بتوعنا اولاد 60 في 70 بقى يتقتلوا زي ما هم عايزين، ويضربوا مدارس ويضربوا بيوت ويضربوا اسر، وهم يعملوا اللي هم عايزينه. شوف انا اتكلمت عن غزه دي كتير قوي بكده، لان كل سنه تحصل حاجه زي كده والعالم يفضل ساكت خالص. لما يخلص بقى السيد نتنياهو المهمه بتاعته ويعمل اللي هو عايزه، يوقف الحكايه، والعالم بقى يقول ما صحش كده وعيب كده، ونعمل منافس بقى ندخل المساعدات وبتاع، ويبقى ايه اسرائيل تفضلت علينا في الناس فتحت منافسها. فانا بشوف زي ما هم خططوا لاكتر من 100 سنه عشان يحققوا اللي هم حققوه ده، وحققوه وبنجاح كبير بسفك دماء وبتوحش وبسفاله وبتاع، بس حققوه. زي ما بيحاربك الخصم تحاربه، ايه مش فاهم انا ايه يعني، ولا نعمل ايه؟ قال يعني ايه؟ اصل العالم ضد قتل المدنيين، طب والعالم مع الاحتلال؟ يعني السيد العالم دوت بارك الله فيه مع الاحتلال ياخد مني ارضي ويطردني؟ طب خليني لغايه ما اخلص منك، زي ما حصل في بلاد كتيره، فضل الشعب في الاخر خلص الاحتلال. انما هم عملوا حركه مشي، وبعدين مسمين دولتهم اسرائيل، اسرائيل ده على سيدنا يعقوب. طب شوف هم كاتبين ايه على سيدنا يعقوب عشان تعرفوا ان دول عندهم مشاكل نفسيه كتير قوي 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 قوي. اللي سيدنا يعقوب اللي هم مسميين دولتهم باسمه، شوفوا كاتبين عنه ايه في التوراه، شوفوا حاكين عنه ايه. ومش عايزين تقروا، اقروا كتاب مصطفى محمود، عامل كتاب عن التوراه وقايل فيه كلام مهم جدا. على كل حال انا عايز اقول لكل شاب فلسطيني، كل شاب سوري، كل شاب مصري، سعودي، اماراتي، يمني، سوداني، بحريني، اماراتي، مغربي، من اي حته في العالم، هي بتقول ايه؟ كل واحد عايز اقول له من فضلك اذا كنت بتعرف لغات استغلها، ده احسن استثمار تعرف تعمله. عشان لبنان كمان فرطه، وفي مشاكل هنا وفي مشاكل هنا، فاحنا نقول ايه؟ العالم بره مضحوك عليهم. انا شفت حاجات كتيره جدا جدا ان هي ايه؟ تقدر تاخد الراي العام في سكه. يوم ايه؟ زمان قوي في الاربعينات قالوا يا جماعه احنا لما رحنا ما فيش شعب، الشعب اللي بتقولوا عليه ده مكذوب، ده موجود في الكتب على فكره، افتحوا النت هتلاقوا الكلام ده. ده ما فيش شعب، دي عباره عن مستنقعات كده وبرك، احنا رحنا فلسطين برك. فلسطين الشام برك اللي هي كلها خيرات وزرع وحاجات زي كده، لك دي كانت برك واحنا صلحناها وعملناها ووضبناها وما كانش في شعب. وقلنا مين قالت كده باكتر من خطاب، ما كانش في شعب يا جماعه هناك، ما كانش في، احنا ما مشيناش حد، ما كانش في شعب. لما طلع نتنياهو ده من فتره بسيطه جدا قال نفس الكلمه. فهمهم بقى للناس اللي في العالم كله عشان انت تقدر تغير مفهومهم. ليه؟ لانك انت هتقول حقيقه مدونة في كل كتب، في كل كتب، لكن بيخبوها مش موجودة ما يعرفوهاش. فاحنا نقول للشاب النمساوي والشاب الاسترالي والشاب الامريكاني والشاب الانجليزي هو ده الحل، ده حل. احنا طب هنعمل ايه لغزة؟ نقدر نعمل ايه؟ على المساعدات حلني بقى لما يفتحوا سكك مساعدات حلني، انما احنا دلوقتي نعمل ايه؟ فانا دلوقتي رأيي ان احنا كشباب اللي بيعرفوا لغات، شباب او كبار اللي بيعرف لغات، اكتبوا اصل القضيه. يا اخونا في الغرب، في روسيا، في الصين، في اي حته. على فكره الصين محتله، كتبت برضه الصين عندها مشكله، لكن هم بينصروا الحقيقه، طلعوا تصريح كويس وعايزين ممرات مساعدات وحاجات زي كده. لكن فلسطين هي الدوله الوحيده المحتله في العالم اللي طلع على كتبت محتله، لكنها واخده حكم بيسموه ايه؟ حكم ذاتي. حكم ذاتي وبتحاول تسعى للاستقلال من سنة من حوالي 50 سنة من الصيف. لكن فلسطين هي الدولة المحتلة اللي اضطرت شعبها. أو جزء كبير من شعبها اللي اضطرت. فنحكي الحكاية، ده حصل كذا سنة كذا، وحصل كذا وعد بلفور سنة 2017. راجل كتب جواب غير مجرى التاريخ، جواب. وعد بلفور احنا بنسميه وعد بلفور، لكن هو كان مجرد جواب
جواب طلعناه، انا حكيته اكتر من مره، خطاب كده قال لهم احنا هنعمل دوله اسرائيل في فلسطين وحاجات زي كده، وكان الكلام الاول على غينيا وكان على نيجيريا وعلى الروحات التانيه. يقول لك ارض المعادي، يا عمي احنا مش مشكلتنا الدين، ما عندناش مشكله في الدين، احنا عندنا مشكله انك جيت خدت ارض ومشيت الناس. الناس دي لازم ترجع، والحل لازم يكون كده. اللي هيساعدنا ان احنا نقول للناس في الغرب وفي امريكا وفي امريكا اللاتينيه وغيره اللي ما يعرفوش حاجه، نفهمهم كل واحد باسلوبه الجميل ده يقول اصل الحكايه كذا 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 كذا، واللي مش مصدق يفتح النت. ما هو النت اللي مكتوب لنا التاريخ بالعربي، مكتوب بالانجليزي، مكتوب بكل حاجه، ويكتبوا الحقيقه اللي حصل كذا واللي حصل كذا واللي حصل كذا. هل الانسان ده اللي وقع عليه الظلم ده لاكثر من 70، على فكره هم 70 سنه دول الرسمي، انما من قبل كده كان في مقاومه في فلسطين من 1900، وفي ناس ماتوا كتير جدا شهداء فلسطينيين وعرب في سبيل هذه القضيه برضو، يعني القضيه بقى لها اكتر من 120 سنه، انما هي رسميا تبدا من 48، انا اقول 70 سنه. فيا ريتكم تعملوا الحكايه دي، ارجوكم اكتبوا الكلام ده. من لبنان يكتب، من سوريا يكتب، من العراق يكتب، من الكويت، من الامارات، اذا كان حد سمعنا، واذا كان اللي مش سمعنا قولوا لبعض. مهمتنا دلوقتي ان احنا نبلغ العالم اللي بره، لان الاعلام بتاعهم كاذب ومنحط وموجه. اعلام موجه بشكل سافل، زي ما انتوا بتشوفوا كده، وزير خارجيه بريطانيا رايح. قال ايه؟ انا سمعت، مش عارف الحكايه دي صحيحه ولا لا. قال بيدعوا في فرنسا الناس تروح تحارب مع اسرائيل. الفرنساويين اللي احنا بنروح نصرف عندهم الوفات بالدولارات، والانجليز بعتين وزير خارجيه. يا جماعه لازم على فكره يكتبوا ده بالانجليزي، ويمكن اظن ان احنا محتاجين نكتبه بالعربي كمان. يعني اظن ان احنا محتاجين نكتبه بالعربي لناس كتير اللي بيروحوا الدول ديت ويتفسحوا ويشتروا ويعملوا. والناس دي ما بتحبناش على فكره، الناس دي ما بتحبناش خالص، مش عايزه مصلحتنا خالص، بيستغلونا طول الوقت طول الوقت بيستغلونا. هم بلادهم حلوه ومتطوره وبتاع، وعايزيننا احنا متبططين كده. لما المقاومه تقوم في غزه، الفرنسويين يتبرعوا عشان يحاربوا مع الاسرائيليين. الاسرائيليين دول دي مش بلدهم يا جدعان، والله العظيم ما بلدهم. ده الكتب اللي بتقول، مش انا على فكره، مش الكتب، مواثيق الامم المتحده وقرارات الامم المتحده. مش في قرار 424 بتاع 67، ارجعوا مكانكم عشان دي ارض محتله، الجولان والاردن وبتاع، ها فين ده، والقدس والحاجات دي كلها. ايه ده؟ الامم المتحده على فكره، مش انا بقى، ولا الكتب القديمه ولا حاجه. ايه ده؟ ازاي كده؟ ازاي القضايا يحصل لها خلط بالمعنى ده؟ ازاي وانتم موجودين؟ انتم متعلمين وكويسين. علموا الناس، اكتبوا بالعربي، اكتبوا انجليزي، اكتبوا بأي حاجة. اشرحوا للناس الحكاية. يعني أنا ما بشوف الأخبار مش مصدق، وأشوف ناس أنا بحترمهم وبقدرهم جدا يقول لك أصل قتل المدنيين إرهاب. أيوه صح، قتل المدنيين إرهاب. بس مدنيين إيه؟ والحكاية إيه؟ والرواية إيه؟ يعني أنا لو دخل واحد قال لي هجم على بيتي وخده، وطلعت قتلته، أو مش قتلته، هو هجم وجاب بنت خالته وابن خالته وقعدوا في البيت، يبقوا دول مدنيين؟ المستوطنات المزروعة في قلب إسرائيل دي، على فكرة هو الراجل نفسه اللي عايش في المستوطنة دي عارف إنه داخل في أرض محتلة، وعارف إنه قاعد في حتة خطر، بدليل إنه من شهرين بس، أنا سمعت خبر قريته شفته يعني، إن السيد وزير الدفاع الإسرائيلي بارك الله فيه قال لهم تسلحوا لكل المستوطنين. ايه؟ الشعب كله المستوطنين يتسلحوا. يعني ايه يعني؟ يعني ما عايز يمسك مدريوز يمسك، عايز يمسك مسدس يمسك، عايز يمسك ار بي جي يمسك، من حقه انه يتسلح. طب ده بقى المدني ده مش فاهم انه قاعد في حته مش بتاعته، عشان كده لازم يتسلح عشان يدافع عن نفسه؟ ولا هو ساكن في غاره، في مغاره يعني؟ عارف، لانه جاي من اخر الدنيا. اصل ما فيش حاجه اسمها اسرائيليين، لان هم ما كانوش موجودين. يمكن كان في شويه يهود صغيرين، انما كل الناس اللي جم دول يهود زي ما موجودين في كل الدول العربيه.
عندنا كان يهود، والمغرب فيها يهود دلوقتي، وليبيا كان فيها، واليمن كان فيها، والسعوديه الحجاز كان فيها، كله كله في ماشي. مرجوكوا تكتبوا الكلام ده. في حد ظهر تاني من غزه؟ ما حدش ظهر. لا غزويه قليلين بس في فلسطين. ربنا معاكوا وقلبي معاكوا ويعني ما فيش كلام بيعبر عن الموقف اللي احنا فيه ده غير الاسى والاحساس. صحيح هم عملوا حاجه، حماس عملوا حاجه منظمه كويسه جدا، وصحيح ان خسائرها كتير قوي ويمكن هتبقى اكتر واكتر، لكن لما تدي برضو واحد فتوه بالقفا كده حلو حلو. صحيح انا عارف انه هيهيج في الشارع وكسر الكراسي وكسر القهوه وكسر كل حاجه، اوكي تمام. ما هو بيكسر على الارض الطبيعي. ما هو اول امبارح متخانق مع واحد مكسر القهوه، واول امبارح متخانق مع واحد مكسر محل التليفونات والموبايلات، واول امبارح واخد اتاوه من مش عارف مين ومين. بس احنا بس هم ضربوه برضه، لا ما فيش معايا. لكن الحكايه الحكايه اكبر من كده طبعا، الحكايه اوسع من كده. وفي ناس دلوقتي في غزه، ابو ليالي من غزه بيقول لك ربنا يبارك فيك، ربنا يديك الصحه يا ابو ليالي، اهلا وسهلا، ربنا معاك. ويعني شوفوا اذا كان في اي وسيله نساعد بيها قولوها لنا. يعني احنا ما بين انا شخصيا يعني لا بحب السياسه ولا بحب السياسيين ولا ليا في القصه دي خالص، انما الانسانيه والحق. حتى انا بستبعد القضيه الدينيه خالص، يعني مش بتكلم عن دي اراضي مقدسه والقدس مش عارف، سيبك كل ده. انا بتكلم على ناس كانت ساكنه هنا وزقناهم، ولما جم بيحاولوا يرجعوا باي طريقه بخناقه بتاع بيحط الدبوس في الرجل اي حاجه يعني، قلنا عليهم ارهابيين وده نزلنا فيهم ضرب. كل العالم نازل ضرب، واللي ما بيضربش بيقول يعني هم يستاهلوا الضرب برضه لانهم عملوا جزء. يعني قال طب ما تسكت يا اخي، يعني خلاص خدك الحماقه قوي على البتاع، ما تسكت يعني، مش عارف اللي اتعمل اسكت، ما اللي ضده كتير. لكن يعني ربنا يكون في عون كل عربي بيحس بالحق وبالانسانيه. اكيد هو نايم متنكد امبارح واول امبارح واول اول واول اول واول اول، مش بس كل غزاوي ولا كل فلسطيني ولا كل حد عايش في الارض المحتله. اصل القضايا مش مهم تتحل، ويعني مش مهم يعني تتحل وقت ما تتحل، يعني مش احنا اللي هنحل، مش ضروري احنا اللي هنحل، بس لازم تبقى في الوجدان عشان ما تتنسيش، عشان ما تروحش. عشان انت دلوقتي بتيجي تتكلم، تيجي تقعد مع شاب بيقول لك المهم قتلوا مش عارف مدنيين، ما مش عارف، هو مش عارف الشاب العربي مش عارف. طب ما بالك بقى اللي في اخر المكسيك ولا اللي في اخر اسبانيا ولا اللي في، هيعرف منين؟ هو شاف في الاخبار بتاعته لا حول الله صاروخ ضرب نزل في الجنينه والناس جريت في الشارع، يا حين يا حلاوه لله. طب واللي ماتوا اللي بكل لحظه بتنزل قنابل في غزه وبيموتوا الناس في بيوتها كده الدب بيتدكوا كده، ما بيبقوش عارفين البيت ده فيه ناس ولا لا؟ ايه؟ ولا حاجه. لا ما هو اصل المره دي، لا على فكره ده احنا بقى لنا 70 سنه على كده، ده مش المره دي. عشان كده انا عايزكم تكتبوا تقولوا حصل كذا وكذا سنه كذا حصل، كل ده موجود على فكره في النت، مش بتبذل مجهود. والاعتداءات الاسرائيليه على الفلسطينيين، شوف هتلاقي سنه كذا حصل، السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها حصل، مات 10,000، مات 15,000، مات 7,000. الاعتداء على القدس في الصلاه يعني صلاه فظيعه فظيعه. على كل حال يعني ربنا مع الجميع.